السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي إنجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات صف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر طه البنا من قناة إيز إنجليزي. احنا النهاردة إن شاء الله مع آخر حلقة من حلقات يونت 11 بارت 3 الجزء الثالث، وده الجزء الخاص باختبار الوحدة. تعالوا إن شاء الله نبدأ زي ما احنا متعودين مع الدعاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ونقول بسم الله. أول جزئية عندنا سؤال الاختيارات، choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, space is a disease in which there is too much sugar in the blood. إيه هو المرض اللي بيكون فيه نسبة عالية جدا أو بيزيد فيه سكر كتير جدا في الدم؟ طيب، number A, amnesia، لو أنا هنطقها باللكنة البريطانية amnesia، أو amnesia لو هي بالأمريكان، طبعا بقى زي ما انت عايز، ودي معناها فقدان الذاكرة. Arthritis ودي معناها اخدناها طبعا في الكلمات، ودي معناها التهاب المفاصل. Diabetes اللي هي مرض السكري. Insomnia الأرق، ان انت تبقى بالليل مش عارف تنام. Insomnia، تاني اقولها Insomnia. طيب كده وضحت، Diabetes هي الإجابة بتاعتنا اللي هو مرض السكري، واحنا مفروض ان احنا حافظينها. Number two, after the operation, بعد العملية الجراحية, you space any sport for a while. طيب كلمة any بتدل على ان انا لازم اختار حاجة negative، يعني بيقول لي بعد العملية الجراحية انت مش هتكون قادر على ممارسة الرياضة لفترة، ده معناها كده من الاخر. ف won't be doing، ودي نفي، اخلي بالي النفي بتاع will not، won't be doing ولا may do ولا will do ولا will be doing. طيب كلهم مثبتين ما عدا واحدة بس هي لنيجاتيف، انت سوف لا تكون قادر على ممارسة اي رياضة لفترة من الزمن. يبقى won't be doing any sport هي الاجابة الصحيحة. Number three, as the second world war، بمجرد ان الحرب العالمية التانية space مسافة، هنشوف بقى نحط فيها ايه. More and more countries، الكثير والكثير من الدول. Became involved، الكثير والكثير من الدول اشتركت، او زي ما احنا بنقول تورطت في الامر، يعني تدخلت في الحرب. فهقول ان الحرب ابتدت، صح كده؟ بمجرد ان الحرب العالمية التانية ابتدت. عايزين بقى معنى لكلمة ابتدت، يا ترى stopped توقفت، ولا ended انتهت، ولا progressed اللي هي تقدمت، لأن كلمة progress يعني تقدم، ولا flooded، كلمة flood معناها يفيض، أو طبعا flooded يعني أفاضت بقى، ودي طبعا بتيجي مع السيول والمية وكده. طيب الكلمة الوحيدة اللي تنفع، طبعا مش هينفع stopped ومش هينفع ended، لأن دول دي بمعنى توقفت ودي بمعنى انتهت، وانت هنا بتقول لي ان الكثير والكثير من الدول اتشاركت في الحرب، او زي ما احنا قلنا تورطت في الدخول في الحرب. يبقى كلمة progressed هي الاجابة الصحيحة والوحيدة اللي تنفع. Number four, next Friday، الجمعة القادمة. The president and the people، الرئيس والناس. Space، مسافة، مش عارفين هنحط هنا ايه. The great victory over the enemy، the great victory، النصر العظيم على العدو. طيب هيعملوا ايه في النصر العظيم على العدو ده؟ shall celebrate، ربما يحتفلوا. will being celebrating، هيكونوا بيحتفلوا، ولا celebrates بيحتفلوا عادي present simple يعني، ولا may be celebrated، ربما يحتفل به. ربما يحتفل به دي هنا كده تبقى حضرتك passive، والجملة مش passive، الجملة المفروض انها مبني للمعلوم، لان قال لي الرئيس والشعب او الرئيس والناس. جميل جدا، يبقى المفروض ان هم هيكونوا بيحتفلوا بحلول الجمعة القادمة. يبقى الصح هنا انها تبقى future continuous will be celebrating هي اصح اجابة.
Number five, we have a lot of work to do. عندنا شغل كتير قوي المفروض نعمله. But Fatima, ولكن Fatima space us. Fatima, نحن. مش عارف بقى المسافة هنا هنحط فيها ايه. Fatima will be helping, سوف تساعدنا. هتكون بتساعدنا ولا helping من غير طبعا اي verb to be ما تنفعش. ولا help بتساعدتنا خلاص. ولا maybe helped ربما تساعد ودي برضو passive. لو بصينا للإجابات والأوبشنز اللي عندنا هنلاقي طبعا سوف تكون في مساعدتنا هتكون بتساعدنا يعني فهي will be helping هي الأصح وهي الصحيحة هنا مفيش غيرها اللي تنفع علشان تبقى future continuous زي ما احنا بنقول مستقبل مستمر. عارفين طبعا ان احنا لسه عندنا أسئلة تانية في الاختيارات تعالوا نشوف بعض منها في السلايد اللي جاية. Number six, after 20 years abroad, بعد 20 سنة في الخارج, the street where I was born, الشارع حيثما ولدت, اللي أنا اتولدت فيه يعني, is now space to me, هو دلوقتي إيه بالنسبة لي. Recognize, يتعرف على, recognition, التعريف, ولا recognized, معرف, ولا unrecognizable, غير معروف بالنسبة لي. طيب, 20 سنة برة في الخارج, وراجع على بلدي, هكتشف طبعا, إن الشارع اللي أنا اتولدت فيه اتغير بالكامل يبقى غير معروف بالنسبة لي وهي الكلمة الوحيدة اللي تنفع زي ما احنا متفقين unrecognizable هي الإجابة الصحيحة. Number 7 the employers الموظف مش الموظف الموظف يعني صاحب شركة التوظيف اللي عايز يوظف الناس the strikers again tomorrow this has been arranged. طيب will meet سوف يقابل ولا meet يقابل ولا are meeting employers اللي هم الموظفين يعني الشركات اللي هتوظف وسترايكرز هنا معناها المتقدمين يعني الناس اللي المتقدمة the strikers again tomorrow هيقابلوهم بكرة مرة تانية. طيب كلمة striker طبعا في كرة القدم معناها مهاجم ها؟ طيب احنا بنقول will meet سوف يقابله ولا meet يقابله مضارع بسيط ولا are meeting present continuous يعني بيقابله دلوقتي ولا are going to meet سوف يقابله. طيب لازم أكمل باقي الجملة الآخر the employers space the strikers again tomorrow this has been arranged ده تم الترتيب إليه. طيب احنا أخذنا أشكال المستقبل وقلنا لما يكون في future arrangements ترتيبات مستقبلية دي بتبقى بزمن المضارع المستمر يبقى مضارع مستمر يدل على future arrangements ترتيبات مستقبلية يبقى احنا ظلمنا المضارع المستمر اللي هنا وقلنا ان هو بيقابلهم دلوقتي او هم بيقابلوهم دلوقتي لا هنا سوف يقابلوهم are meeting هي الاجابة الصحيحة لان انا عندي this has been arranged عشان كده لازم جملة الاختيارات دايما تتقري للاخر مهم جدا. Number 8 our science teacher معلم العلوم بتاعنا told us that nitric acid اللي هو حمض النيتريك can dissolve ممكن يحلل most animal A معظم A في الحيوانات أو معظم A في الحيوانات يا ترى tissues أول حاجة issues الأول لأن دي tissues دي issues المشاكل أو الإصدارات بتيجي معنا مشاكل أو إصدارات طبعا ملهاش علاقة خالص بالحيوانات ولا tissues أنسجة الحيوانات يبقى most animal tissues معظم أنسجة الحيوانات الأنسجة اللي هو النسيج الخاص بالجلد تمام ولا layers طبقات ولا leather الجلد طبعا leather ده جلد مصنع. طيب يبقى هنا أقرب كلمة وأصح كلمة هي tissues احنا قلنا طبعا tissues بتيجي معنا أنسجة أو النسيج اللي هو الخاص بالجلد وخلي بالنا ان ليها معنى آخر وهي المناديل الورقية اللي هي disposable اللي احنا بنستخدمها مرة واحدة وتترمي تمام. Number 9 I won't have time to meet you next weekend مش هيكون عندي وقت أقابلك العطلة الأسبوعية القادمة I'm afraid أنا أخشى ذلك I space the school timetable أنا إيه في جدول المدرسة بعمل إيه في جدول المدرسة for next year للعام المقبل قلنا نقرأ جملة الاختيارات للآخر. طيب will organize سوف أرتب ولا will be organizing هكون برتب هكون مستمر في ترتيب الجدول بتاع المدرسة للسنة القادمة ولا may organize ربما أكون برتب والاتنين دي طبعا بيساووا بعض لأن ده future simple ولا organize
present simple عادي جدا، مضارع بسيط. طيب بالنسبه لاني انا دلوقتي بتكلم عن حاجه في الاسبوع القادم، العطله الاسبوعيه القادمه، فده وقت محدد، انا بعتبر ان دي نقطه عندنا في الزمن وبحلولها هكون بعمل حاجه معينه. فاحنا قلنا ان دي من ضمن استخدامات الفيوتشر كونتينوس، يبقى انا عايز ويل بي زائد الفعل متضاف له اي ان جي، هلاقيها طبعا نمبر بي، الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه، والبي اورجنايزنج انا هكون برتب جدول المدرسه فور نيكست يير. اوعى تنخدع وتقول لي جداول المدارس وجداول الطيارات والحاجات دي كلها المفروض انها تبقى بالبريزنت سمبل. انا ما عنديش مشكله، بس هو ما ادانيش وقت على الجدول، يعني ما قاليش ان الحصه الثانيه هتبدا كذا او الفسحه هتبدا كذا، ما قالش الكلام ده خالص، هو بيقول انا هنظم الجدول، تمام كده؟ وده الفرق، يعني هيكون بيخطط للجدول وهيقول ايه بالنسبه يعني هيوزع الحصص ازاي، عشان بس اكون واضح يعني. Number 10, the shop assistant, البائع اللي في المحل, told me that long skirts, قال لي ان الجيب الطويلة are still on space this winter. ما زالت في ايه هذا الشتاء. طيب, on wave, على الموجة ولا on fashion؟ ممكن واحد يشك ويقول لك on fashion يعني على الموضة. ولا on flood, كلمة flood قلنا فيضان، ولا on trend, trend يعني قلنا حاجة شائعة والناس كلها بتتبعها. This winter هذا الشتاء. قلنا طبعا ترند بتيجي معنا موجة، ولكن موجة بمعنى ان موجة الانتشار حاجة معينة، مش موجة زي موجة لاسلكية والكلام ده. لان قلنا ويف موجة، موجة بحر، وموجة لاسلكية زي electric wave مثلا، electronic wave زي magnetic wave، وحاجات كتير جدا قوي بتيجي في المصطلحات الخاصة بالعلوم يعني. المهم، طيب واحد هيقول لي طبعا on fashion ما فيهاش كلام، هقول لك معلومة جديدة انا ما رضيتش اقولها وانا بقرأ الاجابات مع on. على فكرة مش on اللي بتيجي مع fashion، هي بتيجي in fashion، مش بيجي مع حرف الجر on، فبالتالي هنا fashion مستبعدة، ودي قد تكون معلومة جديدة ليك خلي بالك منها. لكن في الحالة دي بعد استبعاد wave وبعد استبعاد fashion لان بيجي معها in مش on، وبعد طبعا استبعاد flood لان ملهاش علاقة بالمعنى، يبقى ما عنديش غير كلمة trend اللي احنا اخدناها بمعنى قلنا ان مجموعة من الناس بيتبعوا حاجة معينة علشان هي على الموضة مثلا في الفترة دي، او هي منتشرة في الفترة دي. احنا طبعا بنستخدمها كتير قوي على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بنقول ده trend، تمام، يعني شيء منتشر في الفترة دي. طيب number 11, the director's latest movie is in the space of classic horror movies. طيب مهم قوي الجمله دي عشان يعني ترجمتها صعبه شويه. طيب الاول بيقول لي the director's latest movie، اخر فيلم للمخرج ده، is in the، هو في ايه، of classic horror movies، في الافلام الكلاسيكيه للرعب او افلام الرعب الكلاسيكيه، خلينا نقولها كده، افلام الرعب الكلاسيكيه. طيب in the habit يعني في العادة، ولا in the custom، custom قلنا يعني برضو بتيجي بمعنى عادة وبتيجي بمعنى تقاليد أحيانا، وممكن لو حطيت لها اس وقلت customs بتيجي معنى جمارك، كل دي معاني. ولا tradition، تراث، ثقافة، وعادة برضو بتيجي عادات وتقاليد، ولا action. طيب تعالوا كده نشوفها. لو انا قلت انها في قائمة الافلام الرعب الكلاسيكية، ايه بقى اسم القائمة دي؟ ممكن تكون القائمة التراثية، القائمة التراثية للافلام، لافلام الرعب الكلاسيكية. يعني قائمة تراثية يعني قائمة، بص دي افلام محدش يختلف عليها زي ما احنا بنقول كده، ده هنا المقصود. فالكلمة الانسب للجملة دي هي كلمة، ايوه احنا اخدناها برضو في كلمات الدرس، ده طبيعي جدا، هي كلمة tradition. يبقى معناها ان the director's latest movie، اخر فيلم المخرج ده، is in the tradition of classic horror movies، في قائمة افلام الرعب الكلاسيكية التراثية. انا حطيت له هنا كلمة التراثية، تمام كده. برضو لسه عندنا باقي لأسئلة الاختيارات، تعالوا نشوفهم في السلايد اللي جاي.
Number 12, he's looking forward space his old schoolmates again. طيب he's looking forward هو يتطلع إلى ليها بقية طبعا. مفروض looking forward to وهقول إيه اللي بيجي بعدها. His old schoolmates أصدقائه أو رفقائه في المدرسة القديمة مرة أخرى. يبقى هو بيتطلع لرؤيتهم. لأن من الواضح إن كله to see to have seen seeing to seeing. طيب أنا لازم أبقى عارف إني look forward to معناها يتطلع إلى مشتاق إلى ويجي بعدها بعد to الفعل متضاف له ing. يبقى كده وضحت الإجابة. To seeing his old schoolmates again. تمام. Number 13, I'll try my best to spot you. أحاول على قد ما أقدر إن أنا أشوفك فين، أشوف موقعك فين، أنا مش شايفك، الدنيا زحمة، بس قول لي أي حاجة. What space wearing؟ أنت لابس إيه طيب؟ المطلوب هنا أقول له طيب أنت هتلبس إيه؟ I'll try لأن طبعًا هتلبس، أنا ليه قلت هتلبس؟ أو هتكون لابس إيه؟ لأن أنا هنا عندي I'll try، أنا سوف أحاول my best. أنا سوف أحاول يعني بأقصى ما لدي to spot you إن أنا ألاقيك. What space wearing؟ واكتشفت طبعا إن wearing هنا متضاف لها ing. يبقى هنا مستقبل بسيط وهنا مستقبل مستمر لأن الفعل متضاف له ing. Will you have wearing؟ ولا will you be wearing؟ ولا will you wearing؟ ولا were you wearing؟ طب أنا عايز مستقبل ومستمر. قلنا will زائد بي زائد الفعل المضاف له ing. طيب دلوقتي انا عندي الفعل المضاف له ing، انت بتقول لي بقى will be. طيب فين الفاعل؟ اصل ده سؤال. يبقى موقع الفاعل فين؟ will وبعدين الفاعل وبعدين be وبعد كده الفعل المضاف له ing. هلاقي طبعا المثال ده موجود على number be برضو will you be wearing، وهي الاجابه الصحيحه. قول لي انت هتكون لابس ايه؟ Number 14, don't forget your snow pants. ما تنساش البنطلون الخاص بتاعك بتاع التلج. ده طبعا حاجة كده بنطلون بيكون waterproof، مصنوع من مادة كده ضد البلل وبتكون عازلة طبعا عشان الأجواء الباردة جدا. It space be the time you get to school. It space by the time you get to school. خلينا نقولها بشكل صح، دي مش be دي by، sorry. It space by the time you get to school. طيب It is snowing by the time you get to school. هتكون بتنزل تلج في الوقت اللي انت تكون فيه في المدرسة. Is snowing. في الحالة دي يبقى ده present continuous expresses future arrangements. نزول التلج ما بيبقاش ترتيبات مستقبلية يا جماعة. Will have snowed. The present perfect. Future perfect. I'm sorry. Future perfect. مستقبل تام. وده ما أخدناهوش أصلا لسه. Will snow. سوف تمطر. ثلجا او سوف تنزل ثلجا. يبقى دي كده future simple عادي، لكن دي future continuous will be snowing. طيب انا هختار future simple عادي ولا future continuous؟ هو بيقول لي it space by the time بحلول الوقت you get to school. قال لي مع تحديد النقطة الزمنية دي في المستقبل زي ما كنا بنعمل مع الماضي المستمر. كان يقول لك at 7 o'clock yesterday مع وجود الساعة 7 امبارح، يبقى انت هتختار ال past continuous الماضي المستمر. يبقى برضو by the time you get to school بحلول الوقت اللي انت هتوصل فيه المدرسة، يبقى ده وقت محدد من الزمن في المستقبل. يبقى حضرتك يفضل تستخدم ال future continuous. will be snowing is the right answer. هي الإجابة الصحيحة. Number 15, at noon tomorrow في وقت الظهيرة غدا، او محدد لي الوقت برضو. خلاص يبقى انا عرفت المفروض هختار ال future continuous. I space on a beach somewhere. هكون على شاطئ في مكان ما. هكون بعمل ايه بقى؟ هكون موجود ولا هكون ايه؟ قال لي be relaxing. هكون مسترخي. المفروض كده هقولها يعني. دي be relaxing، مفيش will عشان اختار انا be relaxing. لازم يكون هنا في will. ولا I'll be relaxing. هي دي الاجابه. خلينا برضه نكمل. I'll have relaxed ولا I relax. طبعا كده خلاص وضحت. Future continuous. I'll be relaxing. سوف أكون مسترخي على شاطئ ما في مكان ما. On a beach. على شاطئ في مكان ما. خلي بالكوا الناس اللي معاها الكتاب هو ما كانش مكمل الإجابة دي صح. هو كان عاملها will relaxing. ما كانش حاطط be. فأنا عدلت الإجابة. تاني برضو بنوه الكتاب كان فيه خطأ هنا في الاختيار ده.
لو انت بتراجع معايا سؤال بسؤال هتلاقي الاختيار ده مش موجود بالشكل ده، عدله عندك لاني هو ده الاختيار الصحيح ومفيش غيره اللي ينفع. Number 16 and the last question in the choices، اخر سؤال في الـ MCQs multiple choices questions، اسئله الاختيارات ما بين متعدد. Sorry I can't come to your office، اسف ما قدرتش اجي للمكتب بتاعك at 10 a.m. الساعه 10 صباحا. I can't come، مش هقدر اجي بقى، تمام، to your office at 10 a.m. في 10 صباحا. I space my daughter to work at that time، هكون بوصل بنتي، هكون باخد بنتي، مفيش غيرها كده لان انا لقيت طبعا take و taking وكده، فهكون بوصل بنتي او هكون باخد بنتي للعمل at that time في الوقت ده، برضو وقت محدد اهو في المستقبل، لان كل الاجابات تقريبا مستقبل. will have taken future perfect، will take future simple، will be taking future continuous، take present simple، الوحيده اللي بره الفيوتشر اصلا. طيب وقت محدد في زمن المستقبل يبقى حضرتك future continuous هي اسلم حاجه. I will be taking my daughter، هكون باخد بنتي to work للعمل at that time في ذلك الوقت. تعالوا مع بعض نشوف سؤال القطعه، هو السؤال اللي عندنا ان شاء الله. تعالوا نشوف عندنا ايه في الامتحان ده. Read the following passage then answer the questions. طيب اقرا القطعه وحل الاسئله. تعالوا كده نشوف هنقرا القطعه. طبعا لك مطلق الحريه في انك تروح تقرا الاسئله الاول وبعدين تيجي تقرا القطعه عشان تجد الاجابات بكل سهوله، لكن للاسف مع وجود what do you think و why do you think والحاجات دي كلها، الاسئله اللي هي احنا بنقول عليها critical thinking questions، اسئله التفكير النقدي، ما بقتش كل الاسئله copy وبيست من القطعه. فبالتالي اقرا القطعه وافهمها وبعدين روح حل. اللي رايحك برضو انا مش بفرض عليك، لكن انا بمشي بالترتيب صراحة يعني. The weather forecast predicts what the temperature and air conditions will be in the near future. The weather forecast، توقعات الطقس، هي بتتوقع درجة الحرارة وظروف الهواء التي سوف تكون في المستقبل القريب. There is a wide variety of types of weather، يوجد تنوع كبير جدا في أنواع الطقس. The weather can be sunny، الطقس ممكن يكون مشمس or stormy أو عاصف. It can be warm or cool، ممكن يكون دافئ أو بارد. It also can be rainy، ممكن يكون مطير، cloudy، ملبد بالسحوب، بالسحب أو الغيوم، or windy أو عاصف، به رياح يعني. Sometimes weather is severe، أحيانا بيكون الطقس شديد، فظيع. طيب ده أول مقطع عندي أو أول paragraph، تعالوا كده نشوف. A blizzard، عاصفة ثلجية، دي معنى كلمة blizzard على فكرة. A thunderstorm أو عاصفة رعدية، thunderstorm عاصفة رعدية. Or a hurricane أو إعصار، may happen quickly، ممكن يحصل بسرعة، في ثواني الحاجات دي بتتكون. When we get information ahead of time، ahead of time، لما بنحصل على المعلومات دي قبلها بوقت كافي، we can prepare for it، ممكن نعدلها كويس، يعني نقدر نستعد ليها كويس. Being prepared، انك تستعد، helps us، ده بيساعدنا، stay safe، ان احنا نبقى بأمان، ودي مهمة جدا. A meteorologist أو meteorologist، عشان بس نبقى عارفين، اللي هو المختص بالتوقعات الخاصة بالطقس، أو خبير أرصاد يعني، we call it meteorologist أو meteorologist بالأمريكان، meteorologist بالأمريكان اللي هو خبير أرصاد أو المختص بالأرصاد الجوية. is a person، حتى هو يوصفها لي أهو، is a person whose job is to forecast the weather، الشخص اللي هو بيتوقع حالة الطقس. There are many tools available، يوجد الكثير من الأدوات المتاحة لي to help the meteorologist do his job، إن هو يقوم بوظيفته. خبير الأرصاد، إن الحاجات دي بتساعد خبير الأرصاد إن هو يقوم بوظيفته. A common tool، واحدة من الأدوات الشائعة جدا for getting an accurate measurement، اللي بتجيب له قياس دقيق of the temperature، لدرجة الحرارة، is a thermometer، اللي هو الترمومتر، طبعا اللي بيقيس درجة الحرارة. A high temperature probably means plenty of sunshine for everyone،
لما تكون درجة الحرارة عالية ده في احتمال جدا ان هيكون في شمس مشرقة للجميع طول الوقت، يعني شمس كثيرة مشرقة لفترة طويلة للعديد مننا او لجميعنا. In rainy weather في الطقس المطير a meteorologist uses a rain gauge. الخبير الأرصاد لما بيكون جو به أمطار كثيرة بيستخدم جهاز اسمه a rain gauge. إيه الرين جيج ده؟ هيقول لي دلوقتي a rain gauge gives a rain gauge ده gives numerical data about how much rain. numerical data يعني بيانات رقمية. numerical data بيانات رقمية about how much rain عن كمية المطر is falling تسقط outdoors في الخارج. يبقى ده جهاز قياس المطر أو كمية المطر اسمه الرين جيج، وده بيدي numerical data يعني بيدي بيانات رقمية. الموضوع بيبقى بالملي لتر كده مثلا، تمام، لكمية المطر اللي بتسقط في الخارج. After it rains بعد ما بتمطر you may be able to see a rainbow ممكن تكون قادر على انك تشوف قوس قزح. هيقول لي برضو اهو a rainbow appears قوس قزح ده بيظهر when the sun comes out لما الشمس بايه comes out بتطلع. خلي بالك ان الكلمة بلون مختلف او تبقى bold لون اسود غامق او يبقى تحتها خط معنى كده ان احنا هنتسأل عليها. لما الشمس بتخرج بيظهر الرينبو لما بيكون الطقس برضو مطير. And there is still rain ومازال بيكون في مطر طبعا in the air في الهواء. Wind الرياح brings us weather بتجلب لنا الطقس. ازاي يعني؟ بيقول لي it blows clouds الرياح دي بتخلي او بتجلب السحب. blows clouds بتهب معها السحب from one place من مكان to another لمكان آخر. ده معنى ان الرياح بتجلب لنا الطقس بتأثر طبعا عليه. It is helpful to know which direction the wind is blowing. It is helpful ممكن يكون الشيء ده معاون لينا جدا لو عرفنا اتجاه الرياح. عرفنا اتجاه الرياح. A wind vane ده اسم الجهاز اللي بيعرفنا اتجاه الرياح اهو. هيقول لي provides this information هو اللي بيمدنا بهذه المعلومات. Knowing the wind direction معرفة اتجاه الريح helps a meteorologist بيساعد خبير الأرصاد know what weather is coming بيخليه يعرف ايه هو الطقس القادم هيكون في ايه في الفترة اللي جاية. Weather forecasts are not always right توقعات الطقس مش دايما بتكون بشكل صحيح. As our knowledge about weather gets better على حد معرفتنا يعني ان الطقس بيتحسن لما الطقس يتحسن the forecasts become more accurate التوقعات بتكون اكثر دقة لان طبعا الاجهزة بتكون قادرة انها تقيس بشكل افضل. هو بيقول لي هنا على حد معرفتنا عشان بس نفهم الحتة دي لما الطقس بيصبح افضل التوقعات بتصبح اكثر دقة. ازاي؟ لان الاجهزه والاقمار الصناعيه بتكون قادره تقيس بشكل ادق. ده المقصود بيها لان تعرض الميتريولوجيستس اللي هم اخصائي الطقس وقياس الطقس والكلام ده خبراء الطقس ان هم يتعرضوا للرياح القويه والعصير والكلام ده كله ويبقى مطلوب منه يقيس السرعه ويقيس الحاجات دي بيعرضوا نفسهم لمخاطر كبيره جدا. فكل ما الطقس بيتحسن كل ما بيقدروا يقيسوا الحاجة بشكل أفضل وبتكون القياسات أكثر دقة. ده المقصود بيها هنا يعني. طيب تعالوا كده نشوف الأسئلة اللي عندنا وطبعا عادة بنبدأ بأسئلة الاختيارات. أسئلة الاختيارات زي ما احنا متعودين ده أول جزء عندنا from 17 to 20 من 17 ل 20. When we are prepared for the forthcoming blizzard لما بنكون مستعدين للعاصفة الثلجية القادمة we will be A سوف نكون A happy سعداء ولا safe آمنين ولا in danger في خطر ولا strong أقوياء. بيقول لي لما بنكون مستعدين للي جاي سواء كانت بقى عاصفة رعدية أو عاصفة ثلجية زي اللي قدامنا دي أكيد طبعا بنكون في أمان أكثر لأن إحنا مستعدين يبقى we will be safe زي ما هم قالوا كمان في القطع. Number 18 the person whose job is to forecast the weather is called الشخص اللي وظيفته ان هو بيتوقع الطقس بيسمى psychologist ده طبيب نفسي يعني او
شخص له علاقة بالنفس البشرية، ولا philologist عالم لغة، philologist عالم لغة، ولا monologist شخص مناجي. طبعا monologist زي الشخص اللي بيغني لوحده على المسرح، احنا بنقول بيقدم monologist. طيب، ولا meteorologist، ودي طبعا اللي احنا عارفينها واخدناها في القطعة، فهو ده الشخص اللي مختص بتوقع الأرصاد الجوية. meteorologist هو الشخص المطلوب. يبقى psychologist عالم نفسي، ولا philologist شخص عالم في اللغة، ولا monologist شخص مناجي يعني بيتصرف لوحده على المسرح، يعني حاجة اسمها المناجاة كده، يعني عرض مسرحي بيقدم من فرد واحد. عندنا طبعا شخص مشهور في الموضوع ده في مصر زي مثلا شكوكو، من كنا بنشوفه زمان في الأفلام، إسماعيل ياسين كان شغال نفس القصة. تمام، طبعا احنا عايزين meteorologist اللي هو الشخص الخبير بالأرصاد. Number 19, when the sun comes out، لما الشمس بتطلع، and there is still rain، لكن مازال في مطر، in the air في الهواء، we can see space، نقدر نشوف ايه؟ A rainbow، قوس قزح، ولا a blizzard، عاصفة ثلجية، ولا a thunderstorm، عاصفة رعدية، ولا a hurricane، اللي هو الإعصار. طبعا واضحة، احنا لسه في رذاذ ماء في الهواء، والجو كان بيمطر والشمس بدأت تظهر، ده بيعكس لينا أطياف الضوء، فبيظهر لينا a rainbow اللي هو قوس قزح. Number 20, the other meaning of comes out is، معنى تاني لكلمة comes out يا جماعة، احنا استخدمناها مع الشمس، hides يعني تستخبى، ولا disappears تختفي، ولا appears تظهر، ولا eclipses، كلمة eclipse لها علاقة طبعا بالخسوف والكسوف. طيب، معنى كلمة comes out يبقى بتظهر، appears هي الإجابة الصحيحة. تعالوا نشوف أسئلة answer، أسئلة أجب، الـ open-ended questions في السلايد اللي جاي. Part B، answer the following questions. Number 21, what is a weather forecast؟ إيه هو توقع الطقس يا جماعة؟ أقدر أخدها copy paste من القطعة بالظبط، قال لي a prediction of temperature، توقع لدرجات الحرارة، and air conditions، وأحوال الهواء أو الجو، in the near future، في المستقبل القريب، لأني في المستقبل البعيد ما اسموش weather، اسمه climate، المناخ بقى. Number 22, what is your favorite kind of weather and why؟ طبعا دي إجابة قد تكون مختلفة من شخص لشخص، إيه هو الطقس المفضل ليك أو نوعه المفضل ليك ولماذا؟ طيب بالنسبة لي أنا، لأن الإجابات قد تختلف من شخص لشخص، أنا هقول كده I like cold weather، أنا بحب الطقس البارد. هيقول لي طبعا لماذا؟ قلت له because I like it when، لأن أنا بحبها لما بتكون it's rainy، بيكون الجو به مطر، يكون الجو مطير، أنا بحب المطر، فبقول أنا بحب الطقس البارد لأني أنا بحب الجو هو بمطر. طيب number 23، طبعا لك مطلق الحرية إنك تقول إنك بتحب الجو الحار، انت بتحب تلبس تيشيرتات في الجو الحار، بتحب تلبس ملابس خفيفة، تحب تخرج لاني في الصيف النهار بيكون اطول، ليه ريحك يعني، قول اي سبب بقى. Number 23, name two weather tools، سمي او اذكر اسمين لاحد الادوات بتاعت الطقس، and tell what they are used for، وقول لي هما بيستخدموا لايه. احنا كان عندنا ثلاث امثلة على فكرة، فأنا اخترت الاثنين دول منهم، قلت the thermometer is used for measuring air temperature، الترمومتر اللي بيستخدم في قياس درجة حرارة الهواء، and the wind vane is used for determining the wind direction، والwind vane اللي بتحدد اتجاه الرياح. تمام، دول التين من اللي عندنا، وكان طبعا عندنا الrain gauge اللي هي بتاعت دي، أنا ما ذكرتهاش هنا، اللي هي كانت بتقيس كمية المطر اللي بينزل في الخارج. Number 24, people studying the weather must have hard and risky jobs. الناس اللي بتدرس الطقس أكيد عندهم وظائف صعبة وخطيرة، فيها مخاطرة كتيرة. Give evidence، ادي دليل. ده مثلا سؤال نقدي، حضرتك لازم تكون بتفكر شوية عشان تقدر تجيب الإجابة. فإحنا بقولنا إن مش كل حاجة copy وpaste، لكن أنا ممكن أستغل القطعة وأقول إن الناس دي بتقابل صعوبات كبيرة جدا وظروف طقس
صعبة جدا، وهم بيزوروا مواقع معينة عشان مثلا يصلحوا جهاز من الأجهزة. تخيل كده إن الرياح شغالة بشكل قوي جدا وجهاز اتجاه الرياح باظ، فحضرتك مطالب إنك تروح تصلح، حضرتك مطالب إن أنت تطلع بره في وقت فيه إعصار عشان تنقل للناس الصورة حية. فكل أنا عارف طبعا إن دي قد تكون شغلانة بعض المراسلين، لكن طبعا المراسل بيحتاج يسأل خبير أرصاد وهو واقف، فلازم خبير الأرصاد يكون موجود معاه. دي من ضمن المخاطر يا جماعة، فبالتالي حاجة زي كده ممكن تسبب لهم أمراض، ممكن تسبب لهم موت كمان. فأنا جاوبتها بالشكل ده: they face many difficult weather conditions، هم بيواجهوا الكثير من ظروف الطقس المختلفة الصعبة. while visiting a location، وهم بيزوروا موقع معين. or while fixing a device outside، وهم بيصلحوا جهاز من الأجهزة بتاعتهم في الخارج على سبيل المثال. that sometimes causes death، ده أحيانا يسبب الموت. أحيانا حاجة زي كده ممكن تكون خطيرة جدا وتتسبب في موت أحد خبراء الطقس. تمام، بعد أسئلة القطعة تعالوا نشوف أسئلة الترجمة ونشوف عندنا إيه النهاردة. Question 25: translate into Arabic، ترجم إلى اللغة العربية. أسهل جزئية دايما الطلبة بتحبها هي الترجمة اللغة العربية، لأنه بيكون عارف كلمات كتير قوي بالإنجليش وقادر يترجم. خلي بالك بتحتاج حصيلة كلمات كبيرة، أي كلمة حضرتك مش عارفها دي نصيحة مني احفظها. طيب الحلقات الخاصة بالترانسليشن عشان في ناس كتير بتسألنا عليها هتظهر لك فوق دلوقتي عند علامة حرف الآي، يا إما تروح تتفرج عليها دلوقتي يا إما حضرتك في آخر الفيديو بتظهر برضو الحلقات دي على الشاشة في آخر تقريبا 25 ثانية، لو أنت حابب تتفرج على الحلقات الخاصة بالترجمة وإزاي تحل سؤال الترجمة من الألف للياء كده زي ما احنا بنقول. If humans contributed to controlling global warming، لو البشر contributed ساهموا to controlling global warming في التحكم أو السيطرة على الاحتباس الحراري، global warming يعني احتباس حراري. This world would be cooler، العالم ده هيكون أبرد، ده احنا طبعا بنترجم ترجمة كده حرفية يعني. And the high temperatures، ودرجات الحرارة المرتفعة we currently suffer from، اللي احنا في الفترة الحالية بنعاني منها would decrease، ربما تقل، ربما درجات الحرارة العالية دي يعني تقل. طيب سهلة جميلة جدا، تعالوا كده نشوف احنا قلناها ازاي. إذا ساهم البشر في السيطرة على الاحتباس الحراري، لأصبح العالم أكثر برودة ولقلت درجات الحرارة العالية التي نعاني منها في الوقت الحالي. أو هتشيل الجملة اللي باللون الأحمر دي وتقول كده: لأصبح العالم أكثر برودة ودرجات الحرارة العالية التي نعاني منها حاليا ربما قلت. قول بقى دي اللي بالأحمر أو قول اللي بالموف دي اللي يريحك. الاتنين صح، أنا هنا نقلت بس حاجة بسيطة، هنا قلت ولا قلت درجات الحرارة، هنا قلت ودرجات الحرارة العالية التي نعاني منها حاليا ربما قلت. أنا نقلت قلت دي هنا في الآخر، لكن أنا هنا قلت ولا قلت درجات الحرارة، فبراحتك. أنا شايف إن الاتنين مفهومش مشكلة. تعال نشوف translate into English، ترجم إلى اللغة الإنجليزية، من العربي بقى للإنجليزي. قدمت التكنولوجيا الحديثة. طب كلمة قدمت يعني وفرت، يعني provided يعني زي ما احنا بنقول، والتكنولوجي اللي هي التكنولوجيا، يبقى تكنولوجي او modern technology لو انت عايز تقولها كده has provided، صح كده؟ لنا الكثير، يبقى provided us with many، تمام. المعجزات، من المعجزات الطبية، المعجزات الطبية medical miracles، صح كده؟ ومنها اشياء، ومنها and some of them are things، منها أشياء أهي، جميل جدا. يظن البعض، which some people thought، صح كده؟ أنها خيال علمي، خيال علمي دي اللي هي science fiction. إني هقول بقى إني some people thought they were science fiction، إنها خيال علمي. يصعب الوصول إليه. That were hard to reach، كان من الصعب الوصول إليه زي ما إحنا بنقولها كده. يبقى حضرتك عايز تقول modern technology او عايز تقول technology عادي جدا، بس انا شايف ان يفضل طبعا ان انت تقول modern technology.
تعالوا نشوفها كده. Modern technology has provided us with many medical miracles. يبقى قدمت التكنولوجيا الحديثة لنا الكثير من المعجزات الطبية. ومنها بقى and some of them ومنها أو من بعضها يعني are things بعض الأشياء which some people اللي بعض الناس thought they were science fiction اعتقد أو ظنوا إنها خيال علمي that were hard اللي كان من الصعب جدا to reach الوصول إليها أو الوصول إليه. يبقى الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش مشكلة. طيب موضوع الرايتنج موضوع الكتابة تعالوا نشوف عندنا إيه النهاردة. طيب لما يكون عند حضرتك موضوع بيتكلم عن المناخ وتأثيره لازم حضرتك ترتب أفكارك كويس جدا. طبعا عارفين ان احنا لازم نكتب أقل حاجة 3 paragraphs، وفي حالة انك هتكتب 3 paragraphs ده معناه ان حضرتك لازم تزود الكلمات جدا، لان احنا قلنا حوالي 180 كلمة. كل ما زادت عدد الparagraphs كل ما تحسن يعني مش هقول الدرجة ولكن درجة الإقناع ان انا كتبت وبذلت مجهود بتكون أكبر طبعا. فنخلي بالنا طبعا بنسيب مسافة في بداية كل باراجراف. ببدأ أول جملة بحرف كابيتال، كل أول جملة بحرف كابيتال بنهي بنقطة علامة استفهام أو علامة تعجب زي ما احنا عارفين. تعال نشوف كده ونتكلم بشكل عام عن موضوع تغيير المناخ في العالم بشكل عام، وبعدين نعمل حاجة اسمها narrowing down عشان نوصل لبلدنا والإقليم اللي احنا عايشين فيه. Climate change تغيير المناخ is a serious problem هي مشكلة خطيرة جدا in the world في العالم. It affects many aspects of life بتأثر على أشياء كتير جدا في حياتنا أو عناصر كتير جدا في حياتنا on the planets على الكواكب كمان اللي احنا عايشين عليها تحديدا طبعا كوكب الأرض يعني. Scientists even say العلماء أيضا يقولون that it threatens إنه بيهدد our life on earth حياتنا على كوكب الأرض. Some of the most affected places واحد من أكثر الأماكن هتتأثر are the coastal areas هي الأماكن الساحلية which will suffer اللي هتعاني disastrous effects من تأثيرات كارثية. تمام بداية paragraph دي كده احنا اتكلمنا بشكل عام. نبدأ بقى نتكلم عن البلد بتاعتنا. We are worried احنا قلقانين that it will have serious effects هيكون في تأثيرات كبيرة تأثيرات خطيرة on our country على بلدنا and the region والإقليم أو المنطقة where we live حيثما نعيش طبعا اللي هي North Africa شمال أفريقيا. Scientists predicted that the weather in summer العلماء بيتوقعوا أن الطقس في الصيف which is already hot اللي هو بالفعل حار will be very hot هيكون حار جدا. This rise of temperature can make some parts in Egypt and North Africa uninhabitable. هذا الارتفاع في درجة الحرارة ممكن يخلي أجزاء من مصر وأجزاء من شمال أفريقيا uninhabitable يعني غير مأهولة بالسكان أو هيخليها يعني يخلي الناس غير قادرة على العيش فيها. أماكن هتكون مهجورة يا جماعة. Therefore people may be leaving their homes نتيجة لذلك طبعا الناس ربما ستغادر منازلها and move to other places وتنتقل لأماكن أخرى. ده هيسبب طبعا مشكلة كبيرة جدا. This also may lead ربما يتسبب في to the decrease قلة of food الطعام production قلة إنتاج الطعام. خلي بالنا طبعا as a result of droughts كنتيجة للجفاف. طبعا عندنا في مصر تحديدا شمال مصر هي منطقة الدلتا ومنطقة طبعا مأهولة بالناس وفيها زراعة كبيرة جدا. تخيل ان منطقة الدلتا دي مهددة ان مياه البحر الابيض المتوسط تغطيها بسبب تغير الحرارة وهنعرف دلوقتي ليه. تخيل ان منسوب البحر هيعلى ويغطي الدلتا يبقى اذا الناس اللي في الدلتا هينزحوا للجنوب وفي نفس الوقت هنخسر مساحات مهولة من الاراضي الزراعية اللي بسببها هيقل انتاج الطعام طبعا. هيقول لي الجزئية دي دلوقتي بتاعت الذوبان الثلجي يعني. Moreover علاوة على ذلك it is expected that climate change متوقع ان تغيير المناخ will cause هيتسبب the ice ان الجليد at the north pole and south pole في القطب الشمالي والقطب الجنوبي to melt ان يذوب. لما يذوب ده هيعلي منسوب المحيطات وهيعلي منسوب المياه في البحار طبعا نتيجة لذلك. فبالتالي الدلتا كأرض منخفضة هتتغطى بمياه البحر.
فبالتالي هنخسر جزئية الدلتا زي ما اتفقنا، والناس اللي فيها هينزحوا الجنوب. طبعا نتمنى ان ده ان شاء الله ما يحصلش، ولكن ده اللي العلماء بيتوقعوه. تعالوا نشوف بقية الباراجرافس اللي عندنا في السلايد اللي جاي. This will certainly lead to the rise of sea levels. أهو ده هيؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار all over the world في كل أنحاء العالم. We worry that this too can cause floods. إحنا خايفين وقلقانين ده هيتسبب في فيضانات in some areas في بعض المناطق which are near the Mediterranean Sea اللي بالقرب من البحر الأبيض المتوسط اسمه Mediterranean Sea and the Red Sea والبحر الأحمر. Parts of some cities like Alexandria أجزاء من بعض المدن زي اسكندرية مرسى مطروح Tripoli اللي هي طرابلس in Libya في ليبيا and Casablanca in Morocco وكازابلانكا في المغرب اللي هي الدار البيضاء يعني في المغرب could disappear ربما تختفي under the water تحت الماء of the sea ماء البحر causing millions of people ده يتسبب في ان ملايين الناس to die ان هم يموتوا or lose homes او يخسروا البيوت بتاعتهم واحنا هنخسر معاهم الاماكن بتاعتهم اللي هم بيزرعوها وان احنا كلنا بنستفيد منها. الباراجراف الرابع to conclude عشان نستخلص ونجيب الخلاصة there are serious predictions في توقعات خطيرة about the effects بخصوص توقعات أو تأثيرات of climate change تغيير المناخ on Egypt على مصر and North Africa وشمال أفريقيا and it's time we exerted more and more efforts وده الوقت اللي احنا نبذل فيه مجهود زيادة وزيادة to save our planet عشان ننقذ الكوكب بتاعنا and fight these dangerous problems ونقاتل أو زي ما احنا بنقول نهاجم بس طبعا نقاتل هذه المشكلة الخطيرة. Governments الحكومات and individuals والأفراد should take part in لازم يشاركوا في fighting في محاربة this serious problem هذه المشكلة الخطيرة and trying to listen ونحاول نقلل its serious effects تأثيراتها الخطيرة نحاول نقلل listen يعني نقلل خلي بالك its serious effects تأثيراتها الخطيرة نحن طبعا نحاول على قد ما نقدر ما نلوث البيئة وتلوثها اللي بيؤدي لتغيير المناخ هو ده اللي انت تقدر تعمله كفرد من أفراد الشعب يعني. طيب ده كده الاسي بتاعي سهل جدا وبسيط برضو ما استخدمناش فيه كلمات صعبة ولا اي حاجة كل اللي احنا استخدمناه بعض الكلمات البسيطة زي Mediterranean Sea دي ممكن تكون مش عارفها خلاص هتضطر حضرتك تحفظها حاول على قد ما تقدر تحفظ الكلمات اللي انت دايما مش عارفها لانها هتساعدك في الكتابة وهتساعدك طبعا في الترجمة هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا ريت ما ننساش لو الحلقة عجبتك لايك وشير وما تحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا اشتراككم وانضمامكم لأسرة القناة هتدوس تحت على زرار سبسكرايب أو زرار اشترك يا ريت كمان تفعل زر الجرس لأني مع تفعيل زر الجرس حضرتك بتكون قادر تتابع معانا حلقات أول بأول لأن بيجيلك إشعار مع نزول كل حلقة جديدة الناس اللي بتحب تبحث عن حلقاتنا على يوتيوب تقدر تستخدم الكلمات اللي ما بين الأقواس إيز إنجليزي تانية ثانوي 2020 هتظهر لك الحلقات الخاصة بقناتنا قناة إيز إنجليزي والخاصة بمنهج تانية ثانوي الشرح الجديد على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الإنجليزية لو استخدمته في البحث على فيسبوك هيظهر لك الصفحة اللي باسم مستر طه البنا والجروب اللي باسم إيز إنجليزي مستر طه البنا يسعدنا انضمامكم للصفحة وللجروب بننشر لينكات الحلقات فهتكون متابع معانا أول بأول وبننشر بوستس خاصة باللغة الإنجليزية إن شاء الله هتستفاد منها كتير أتمنى يا رب أن أنا أكون قدرت أفيدكم النهاردة كان معكم مستر طه البنا من قناة إيز إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته you